حضرتك قلت لي البيت نمرة كام؟ نمرة 14. دول ولادك؟ أيوة يا فندم. ربنا يخليهم لك. حضرتك عندك أولاد؟ الحمد لله، عندي دليا وائل. ربنا يخليهم لك يا فندم. زينب، الله، ستي تفيدة. اهلا يا ستي تفيدة. الله، انت عارفه ازاي انا جايه النهارده؟ ازيك، وحشتوني قوي. انت جيتي بدري ليه؟ مش عطيه قالك اقعدي سنه كمان؟ الله، دي شقه حلوه قوي. فين الولاد؟ اعطيتي عطيه. اهلا يا زينب، انت جيتي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو طوعك قلبك يا عطيه بعد كل اللي عملته عشانك؟ بتخوني في بيتي وعلى فرشتي؟ ما انا هفهمك. تعالي فهمني. ايه؟ عشان تحبل. طب وانا؟ وانتي؟ دوري على ميتي بتسخن يا حبيبتي. ايه اللي جابك؟ تعالي هنا. اوعي كده، ده بيتي، ده شقتي. شقتي؟ شقت مين يا ام شقه؟ دي شقه عطيه جوز بنتي وكاتبها باسمه. يلا يا اخت حبيبتي. صبي هنا عندك تاني. يا صبي يا معي. يا عطيه يا عطيه، خش جوه. عطيه، رد على الولاد يا عطيه. وقف الولاد عند حدها يا عطيه. ايه انتي مش عارفه انهم مطلعين بقاله 6 اشهر؟ طلقني انت؟ طلقتني يا عطية؟ ما بتردش ليه؟ رد يا عطية. خلاص بعتني وسلمت نفسك للولاد يا بنتها؟ ما ترد. اتخلصت ليه؟ خدت فلوسي وتعبي وشقايا وغربتني وكتبت الشقة دي باسمك. فلوس هي ما فلوس. الفلوس يا اختي اتصرف على عيالك. انت بتقولي ليه؟ كيف ده يا عيني؟ يا حرامية يا خطابة الرجالة. Thank you.
يا